فقره اقر واعترف، وبسرعه جدا مع اللي منورنا مستر جوزيه بيسيرو. مستر جوزيه بيسيرو مع اقر واعترف. تقر وتعترف انك اخطات في حق الاهلي وجماهيره في 2016، لو عاد بك الزمن لتمسكت بالبقاء مع الفريق. نعم، كان خطأ أن غادرت من النادي الأهلي. سؤال سريع، كنت بتفضل أحمد حمدي على رمضان صبحي ليه؟ Good players. لاعب جيد، له مهارة جيدة، كان لاعب جيدا. تقر وتعترف بفشل تجربتك مع منتخب فنزويلا؟ He was a coach for Venezuelan team. Failed. Venezuela. What is failed? Failed. Failed. Okay, I left from Venezuela because لا لا، أنا غادرت فنزويلا. ما بيدفعوش. لأنهم لم يدفعوا لي، لم يدفعوا راتبي بشكل منتظم. ربما بسبب كورونا، ربما بسبب هذه الأجواء. ولكن 14 شهرا بدون راتب كان امرا صعبا. انا كنت هناك وعملت رغم ذلك، وقدت العديد من المباريات، وكنت ازور الفرق المحليه. مشكله امريكا كوب، وحضرت بطوله كوب امريكا، واعتقد ان كان لدي العديد من اللاعبين قد عانوا من كورونا. وقد زرت الكثير من الانديه وخضت الكثير من المباريات. لدينا كان لدي فقط لاعبين يعملان بشكل جيد مع المنتخب. تقر وتعترف ان ميسي افضل لاعب في العالم بدون منافس الان؟ ميسي ورونالدو. لا، ميسي ورونالدو. رونالدو واي، ميسي اذر واي. رونالدو يلعب بطريقه وميسي بطريقه اخرى. عدي السؤال اللي جاي ده واخد السؤال اللي بعديه. تقر وتعترف انه رؤيه منتخب افريقيا على منصه التتويج بالمونديال اصبحت قريبه جدا؟ yes, no. نعم. ليس في كاس العالم القادمه او بعد القادمه، ولكن خلال 20 عاما اعتقد اني سارى منتخب افريقيا على وتعترف. او حتى بنسبه 90% بالنسبه للاعبين الافارقه يلعبون في اوروبا، يتطورون هناك، يمكن ان يخدموا منتخباتهم. تقر وتعترف انك بتواجه صعوبات في استدعاء نجوم نيجيريا المحترفين للمباريات في نيجيريا؟ يس اور نو؟ لا لا لا، الامر سهلا، لدي الكثير من اللاعبين. لا. نعم، بعض اللاعبين ربما يلعبون في الدوري الفرنسي، يلعبون في الدوري الانجليزي، يلعبون في ايطاليا. نعم. وبعد ذلك اخر كويتشن، تقر وتعترف انك تحلم في يوم من الايام انك تقود منتخب مصر او النادي الاهلي مره ثانيه؟ الآن كما قلت أنا أركز مع نيجيريا، ولكن في المستقبل نعم نعم. ولكني الآن روي فيتوريا يؤدي بشكل جيد، مارسيل كولر يؤدي بشكل جيد، ربما في المستقبل نستطيع أن نقول ذلك لأني أحب مصر، ولكن الآن تركيزي الكامل مع منتخب نيجيريا. شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرا ناصر. شكرا. شكرا جزيلا لكم. أنا أقدر ووجودي هنا، وأود أن أعبر عن بالغ سروري بخصوص هذه المحادثة، وتحياتي لكل الشعب المصري وخصوصا جماهير كرة القدم.